السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي سأخصصه لإعطاء نموذج الامتحان الولوج إلى كلية الطب والصيدلة. لا ماتيغ اللي عندنا اليوم هي الاس في تي. دونك هنا عندنا واحد النموذج ديال الكونكور داكسي لا ميديسين دونتيغ لاني اكاديميك 2019-2020 دو كازابلانكا. قبل من هذا ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، ولا يعجبكم الفيديو لايكيوه. إذا كما كتشوفوا غنعطيكم نموذج غادي تشوفوه بعجالة باش تاخذوا واحد الفكرة عامة على الامتحان ديال لا ميديسين دونتيغ ولا فارماسي بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على البكالوريا ويعني عندهم بغاو يدوزوا امتحان ديال هاد لا ميديسين لأول مرة، ياخذوا هاد الفكرة عامة، يعني واحد فكرة عامة، واحد التحسيس بهاد الامتحان. إذا كما كتشوفوا هذا هو الامتحان ديال اس في تي ديال 2019-2020 بكازابلانكا. يمكن لكم توقفوا الفيديو وتشوفوا على خاطركم، غير للاستئناس فقط بالنسبة للتلاميذ اللي أول مرة غادي يدوزوا الامتحان باش يشوفوا الطريقة ديال الامتحان، يستأنسوا بها، شوفوا لو كونتوني يعني المضمون ديال الأسئلة، طريقة الأسئلة، طريقة الأجوبة. غالبا كيكونوا الأجوبة ديال كو سي ام، يعني كتختار السؤال، تختار جواب من بين مجموعة من الأسئلة. دونك يمكن لكم توقفوا الفيديو وتشوفوا على خاطركم. هنا كاين واحد ليكزامان ديال الفاكولتي دو كازابلانكا. هنايا ديتيرميني لا ريبونس فوس بور شاك بروبوزيسيون، يعني خصك تبين فين هي لا فوس ريبونس بور شاك بروبوزيسيون. هنا لي جين، لا دي ان، لا ار ان، لو ريبوزوم، يعني كتختار لا فوس ريبونس اللي هو جواب بطبيعة الحال. يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تشوفوا على خاطركم. هنا غنعطيكم غير نظرة عامة للاستئناس فقط بهاد الامتحان، طريقة ديال الأجوبة. في الاخر هنا عندنا لي ريبونس، يمكن لكم يعني تجاوبوا في الاخر، تشوفوا لي ريبونس وتشوفوا راسكم واش جاوبتوا مزيان ولا لا. كنتمنى لكم حظ وافر وبون كوراج. ما تنساوش تشاركوا في القناة. إلى اللقاء في فيديو آخر حول الرياضيات.